بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحدثكم من هنا من أرض الكنانة المباركة التي حملت على عاتقها قدرها الذي رسمه الله لها، والذي تحدث عنه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض. قيل: ولم كانوا كذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. فنحن في رباط إلى يوم القيامة في أرض الكنانة، ليس فقط النصر الذي نلتقي احتفاء به فحسب، بل هناك انتصارات تتوالى وحروب تتجدد تعاني منها مصر، وتواجه تحديات لا تقع تحت حصر، تواجه تحديات أمنية، تواجه حروبا اجتماعية، تواجه حروبا دينية مع بعض فئات طغت وبغت وأرادت أن تسيء إلى دينها وإلى وطنها. من أجل ذلك كان علينا أن نكرر أحفال الانتصارات بمعركة العبور التي تبوأت مكانتها بين الغزوات الإسلامية التاريخية الكبرى، تلك الموقعة التي وقفت المدارس العسكرية في الغرب تبحث وتتدارس كيف تم النصر، وتعجبوا: القوة أضعف، العدد أقل، السلاح أدنى، العدو ضخم، كيف إذن تم هذا الانتصار؟ وما زالوا حتى هذه اللحظة يتدارسون ولا يعلمون السر لبعدهم عن جوهر الحقيقة، ولم يعلموا أن البعد الديني في هذه المعركة كان له الأثر الأكبر حين ارتفعت راية الحق وارتفعت كلمة الله أكبر. تم النصر وتفاءل له المتفائلون، واستبشر به أهل الحقيقة، وجاء إمام المسلمين الأكبر رحمه الله الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق إلى القائد ليقولها بقوة، وما زال شهود هذه الواقعة على قيد الحياة: عليك أن تخوض المعركة وستنتصر. قال: وما أدراك؟ هذا سر وغيب. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤي الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر بقوات المسلمين، فما كذب القائد خبرا وأخذ قرار المعركة على الفور. وانطلق الإمام عبد الحليم محمود رضي الله عنه إلى منبر الأزهر
الذي كان يقف عليه الأئمة في كل ملمة يستصرخ العالم الإسلامي وينادي الأمة ملوكا وأمراء ورؤساء أن هذه حرب في سبيل الله، من يقتل فيها شهيد له الجنة، ومن ينقص على عقبيه مات على شعبة من شعب النفاق. فخف الناس زرافات ووحدانا، ووقفت العروبة والإسلام، ووقفت أرض الحرمين بعاهلها الذي أعلنها صريحة بأنه لا قطرة بترول للغرب ولا لأعدائنا، وسنحيا ونريد أن نحيا كما كنا بالتمرة واللبن، ولسنا في حاجة إلى حضارتهم المتمردة. وخف الناس زرافات ووحدانا، فكان النصر من عند الله العزيز الحكيم. وقاد إمام المسلمين الإمام عبد الحليم محمود كتائب الدعوة، وكنا يومها في شبابنا نمشي إلى المعركة ونتحدث مع الجند ونقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون. ويقول أحد الدعاة: أفطروا، أنتم في رمضان، والفطر عون لكم على العدو ورخصة لكم. فيقول المقاتل المصري المؤمن: لا أريد أن أفطر إلا في الجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تكرار أحفال النصر تدق ناقوسا في عالم تمرد فيه المتمردون على الدين، وغاب عنهم أن البعد الديني هو السبب في نصرنا. تمرد المتمردون على الدين وعلى علماء الإسلام، وأطلقوا الشائعات المظلمة والأكاذيب الغائمة بغيا منهم وعدوانا، ولكن ربك بالمرصاد يحمي مصر، لأنه وضع قدره على عاتقها أن تحمي أمتها وأن تقوم برسالتها. فمن أجل ذلك استبشر الأبطال وهم في أرض المعركة لا يخافون الموت ولا الشهادة، فقد كانت التعبئة الروحية والمعنوية في قمتها، وكان نصرهم بعون الله مقررا عند رب العزة يوم نصر الدراغم الغر: إني قد تفيأت فيك ظلا ظليلا، وعلى ربوة الكنانة أنشدت قريض الوفا أناجي النيلة، تحت تلك الأدواء حجال خيالي، رتل الشعر للحمى ترتيلة، فتسمعت نغمة من أريقاء أتوف تسجي إلي هديلة، فرفعت البنود فوق الأعوالي والأزاهير فوقها إكليلة، وسألت السماء كيف انتصرنا، وكأن الهتاف من جبريل: لا تسل عنه كيف كان وأمسى، إن ربي بالنصر كان كفيلا، قاهر ناصر قوي متين مالك الملك فاتخذه وكيلا. هذا النصر
الذي غاب سره عن المدارس الغربية التي تتدارس أسرار انتصار معركة العبور، إنه كامن في البعد الإيماني وفي التعبئة الروحية التي غذاها العلماء، علماء الإسلام، علماء الأزهر بقيادة إمامهم الإمام عبد الحليم محمود رضي الله عنه، فكان لها أثرها وكانت لها قوتها وكانت لها عظمتها، رفعوها راية تشرق، الله أكبر، رفعوها كلمة حق، حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لم يمسسهم سوء، نعم، في هذا الموقع الذي تخندق فيه قادتنا وعلم اليهود بها فصبوا على هذا الموقع جام غضبهم وقنابلهم وقوتهم، فالكبير المتعال صرفها عن قادتنا ونصرهم على عدوهم بقوته سبحانه وتعالى، فما استطاعوا أن ينالوا منهم منالا، لأننا تمسكنا بديننا، لأننا رفعنا شعار الله أكبر، لأننا بعد النكسة تمحصت القلوب واتجهت إلى علام الغيوب وكانت على قلب رجل واحد، ونحن اليوم ما أشبه الليلة بالبارحة، لم تنتهي معاركنا مع العدو، فهناك عدو متربص بنا وهناك أعداء على أرضنا وعلى كثب من أرضنا يريدون أن يغيروا علينا ليل نهار، وهذه الأحفال واللقاءات التي نلتقي فيها نقول لهم كونوا مع الله، ولتكن قواتنا المسلحة خير خلف لخير سلف، لأبطالها المغاوير الذين كانوا يشمون رائحة الجنة ويرونها رأي العين وهم على قيد الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد ابحث عن أخيك سعد بن الربيع، إن وجدت به رمق من حياة أقرئه مني السلام وقل له كيف حالك يا سعد، فيذهب فيجده في آخر رمق من حياته فيقول له يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف أنت الآن، فيقول وعلى رسول الله السلام وعليك يا زيد السلام، قل لرسول الله إني الآن أرى الجنة بعيني وأشم رائحتها. قل للرسول الآن إنني أرى الجنة بعيني وأشم رائحتها، وقل لإخواني من الأنصار لا عذر لكم إن وصل إلى رسول الله ساء وفيكم عين تطرف، إن أصيب رسول الله بساء وفيكم عين تطرف، فنداء إلى قائد مسيرتنا، نداء إلى رئيس جمهوريتنا، سر على بركة الله وجاهد في سبيل الله، والنصر في صف مصر، النصر لمصر لأنها أكنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قصمه الله، فاللهم وحد أمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا، اللهم عليك بمن ظلمنا وآذانا، اللهم عليك بمن ظلمنا وآذانا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وشفع فينا سيد المرسلين بجاهه عندك يا رب العالمين،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.